بسم الله الرحمن الرحيم. خلال شهرين 350 شهيد و15 ألف جريح. أدري قل لي وين إحنا حرب فيتنام؟ هم حرب فيتنام هم وشي. يعني أدري أسأل هاي حكومة جاية من أجل شعب لو أجل من أجل أن تهلك الشعب. فهاي الحكومة أصلاً هي ما نقبلها نهائياً. حكومة فاشلة. حكومة مناوئة إلى دولة مجاورة إنه. أسألك بالله الطرف الثالث ما يعرفوني. شفت مقطع اليوم ضليت أدق على راسي شخص بيده علم وين المتظاهرين على جسد لك بيدك مسدس كاتم الله أكبر الدورة تعال طامة كبرى هاي الشيوخ هاي الذيول يعني قعدوا وين ذباح ابنائنا الله يقبلها يا محمد تبعيه هاي مو شيوخ ذولا ما يمثلون ذولا وانا اطلب من المتظاهرين اي شيخ هنا شافوا صورته بالتلفزيون خليه يسحل وسحل هذا ما يمثلنا اكو شيوخ وصلاء معروفين ما قبلوا دا حتى من نظام صدام ما راحوا وذول الذيول يستقبلون كل واحد 15 مليون من اجل دماء اولادنا ما صايره يا عمي ما صايره الطرف الثالث ما يعرفونه بربك اللي يعرفون البغدادي ويطول معلومات الامريكا وتقتله الطرف الثالث ما يعرفه زين هاي الاسلحه كلها مستوردتها وزاره الدفاع كلها مستوردتها بكتاب كتب رسميه وزير الدفاع انت رجل مهم يعني شنو قصدك؟ تقول انا مو مسؤول؟ لا مسؤول ونص وذول كلهم لازم يحاكمون فلوس العراق كلها ترجع وذول يحاكمون واحد واحد شلون حكم صدام حسين وزمرته ذول نفس الشيء ما يبقى واحد من عندهم الهيئه واحنا باقيين هنا بساحه الاعتصامات لو نبيع بيوتنا ونصرفها على المتظاهرين زين بيوتنا نبيعها والله انا واحد من الناس اتبرع ببيتي واصرفها على المتظاهرين شباب ظل نايم هناك بالخيام لا سائل ولا مجيب ياخذون المعاملات ما تذبونها بسله المهملات وين صار يا جماعه؟ هاي حكومتي يا شاي ما بيهم واحد شريف عمي لا تصدقون هاي الحكومه تبقى كل الموجودين لا هي ولا احزابها شلع قلع نعم ان ما يقال ان هنالك اصلاح لا توجد ما هي الا محاولات تخدير للشعب والشباب والان اصبح الشباب واعي شبابنا اليوم يعرفون ايش يردون يعرفون شنو مطالبهم الان المطالب هي فقط وطن نحتاج الى وطن لقد انتهينا من مطالب التعيين وغيرها كما جاء في هتافات الشباب بعد ما اريد تعيين رايد وطن محاولات التفاف حول الشباب لكن شبابنا اليوم واعي ويعرف ما يدور داخل الأحزاب والكتل السياسية والمطلب الأول والأخير هو إسقاط هذه الحكومة وبعد ذلك نطالب بحقوقنا إن شاء الله الحقوق المسلوبة التي سلبت من هؤلاء الشباب ما هي إلا خيرات البلد التي استغلوها هؤلاء السياسيين وسرقوا أموالنا وسرقوا خيراتنا إحنا جايين نلاحظ هو بالنسبة له منعطف جدا مهم وجوهري في حياة العراقيين والعراقيين لكن عندنا العديد من الجرحى والعديد من الشهداء اللي ذهبت جرى ما حدث من تظاهرات ومن ثورة أنا أعتبرها مو تظاهرة صراحة ثورة ضد الظلم والفساد اللي موجود حاليا هذه الشهداء اللي راحت بالتأكيد المذنب الأول والرئيسي هي الدولة لأن حسب رأينا وحسب رؤية الشارع أنه الكل جاي يظهرون بتظاهرات سلمية لا يحملون سلاح ماكو أي دليل قطعي على أنه لزموا أحد المتظاهرين يحمل سلاح معين حتى سلاح الأبيض ما موجود عنده حتى سلاح الأبيض ما موجود عنده هذا دليل قطعي على أنه الحكومة بأحزابها الموجودة لأن كل القيادات العسكرية والقيادات الحكومية هي متحزبين فجتهم أوامر الظاهر هذا حسب معلوماتنا يعني جتهم أوامر بقتل بطش قمع هذه التظاهرات لأنها تضر مصالحهم الشخصية تضر أماكنهم تهد أماكنهم لكن رغم ما يحدث
ستلاحظون إن شاء الله وقفة عظيمة لهذا الشعب، لأن والله العظيم ألاحظ إيثار جدا عظيم بين المتظاهرين. نلاحظ أخونا المحامي يذهب مسرعا في سبيل إخراج أخيه المتظاهر من السجن، نلاحظ الطبيب مسعفا سريعا لكل جريح، نلاحظ الأم والعديد من الأشخاص لاحظوه، الأم موجودة تحت المطعم التركي وابنها أمام مصد النار وهي تلقي بالأهازيج. لاحظنا قبل مدة أحد الأطفال اللي هو عمره ما يتجاوز 10 سنوات جاء بقوته اليومي، وهو أنه يشتغل يدفع عربان الدفع شغل يومي، جاء بقوته يقول أنا بالنسبة لي أريد أشارك بالتظاهرات. هذا إيثار جدا عظيم، شعب بهكذا روحية وبهكذا إيثار يستحيل أن تقمعوهم ويستحيل أن تقضوا عليهم، هذا الشيء مستحيل إن شاء الله. والإصرار الجميل من قبل المتظاهرين جاء بمساندة كل الناس الواعية والمثقفة، وهذا دليل قطعي على أنه التظاهرات إن شاء الله مستمرة لحين تحقيق المطالب، ومطالبنا مشروعة ومطالبنا قانونية، ونحن باقون في هذه الساحة ساحات التحرير لحين تحقيق مطالبنا. نريد أن نبني مستقبل صحيح لأبنائنا ولأولادنا، وبقاء هذه الثلة من الأحزاب والمتحزبين هو دمار للمستقبل، لأن حسب رؤيتنا للحال والوضع اللي يمر به البلد أنه السبب الرئيسي لدمار المجتمع هو المحاصصة اللي يمر بها البلد. فإن شاء الله بجهود هذه الشباب الخيرة والناس الواعية والمثقفة سنحاول أن نقمع هذه الأحزاب. ورسالة أوجهها لكل الأحزاب والمتحزبين وكل حكومتنا الحالية، أن هنالك سيل من الشعب سوف يجرفكم بعيدا إن شاء الله، وإن شاء الله ننتصر عليهم وعلى كل فاسد حاول العبث بمقدرات بلدنا العراق. أما هذا القانون، هذا المتهرئ، القانون اللي جاي يضحك على 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 الضحك على الذقون، انه لا يسمح بصاحب ال 13,000 صوت بالصعود الى قبة البرلمان، ومن خلال كوتا او من خلال كذا او من خلال تعويض ابو ال 500 مقعد يصعد الى قبة البرلمان. الحكومة تحاول هذه الايام ونزلت هسه مقترح قانون، انا اطلعت على القانون الجديد وشفته، يعني قانون سخيف بمعنى الكلمة، يعني كأنما هي تضحك على هاي الجماهير وعلى هاي الجموع. هذا أول مقترح من عندهم مرفوض جملة وتفصيلا. أول شيء أنت يجب أن تحل نفسك، إحنا ما عندنا أي مشكلة، مشكلتنا هو أنت وأحزابك ومافياتك وهاي الأمور اللي جاي يثيرها. فإحنا ما عندنا مشكلة أنه سواء أنت تطلع من هذا الموضوع وبعدين تصير مجموعة من الإصلاحات الجذرية اللي تفيد البلد وترفع من شأن البلد، يعني إصلاحات جذرية شاملة، مو إصلاحات عقيمة صورية شكلية. فأنا من خلال هذا المنبر، منبركم إن شاء الله، يعني أدعو أنه كافة جماهيرنا لا يصدقوا بهذه الإصلاحات، لأن هذه إصلاحات شكلية، وهذه اصلا بالمناسبه طبعا خلال هذه في زخم هذه التظاهرات هم في غفله من الزمن جاي يستغفلون العالم وجاي يشرعنون قرارات جديده لمصالحهم ولمكاسبهم ولامورهم، توزيع قطع اراضي، استخدام اقاربهم، جاي يعملون من وراء الكواليس، لانه شافوا الشعب من شغل بهذه التظاهرات. فاحنا ندعو الى توعيه المتظاهرين انه تتوحد المطالب، تكون المطالب جوهريه اصليه يعني اساسيه تهم البلد ككل، ما تهم شريحه معينه وتترك شريحه معينه. مثلا انا كمعلم ما انتظر من الدوله انه تسني فتشيل المعلم وتسكتني انا، في حين انه صاحب الستوته والشاب اللي موجود اللي ما عنده وظيفه اللي ما عنده ألف دينار يطلع بير شلون. هذه الامور كلها يجب ان نعمل كخليه كامله، مو نحاول ان نجزئ الامور. اذا تجزئت الامور وهذه الشريحه اخذت وهذه الشريحه ما اخذت، انا اعتقد المظاهرات راح تفشل فشل ذريع كامل يعني. فلذلك من خلال هذا المنبر ان شاء الله ادعو المتظاهرين والمعتصمين ان يكونوا يد واحده وان تتوحد مطالبهم حتى نفوت الفرصه على هؤلاء
اكثر من 350 شهيد بالعراق، من يتحمل مسؤوليه هاي الشهداء؟ وبعدين راح اقول لكم فد شغله، الناصريه اول ما انطلقت الثورات منها، وما راح الناس هاي تنسحب الا بمطالب سياديه. لا تتصورون بانه هاي المطالب الترقيعيه تمشي علينا، سياديه نريد مطالب سياديه لازم تسوونها، واذا ما تسوونها ما راح تنسحب، وراح نطي اكثر من هذا العدد، وراح نطي بعد اكثر من هذا العدد في سبيل ناخذ حقوقنا. تغيير النظام هاي اولا، وبعدين تغيير الانتخابات، تغيير الدستور، يعني المطالب السياديه اللي تخص المطالب اللي تخص الدوله. مو احنا ما جايين هنا على مطالب ترقيعيه، ما نريد كهرباء او ماي او شيء، لا احنا نريد مطالب سياديه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشيوخ لا تمثل الناصريه واهالي الناصريه بقدر سنتيم. هذه الشيوخ، هذه الشيوخ ناس ماديين وناس على المثل الشعبي عظامه، وناس مندسين، وليس هم يمثلون شيوخ عشائر رئيسية. اللي يبيع دم العراق ودم الشهيد هذا ليس شيخ، ولا يمثلون ذول مرتزقة ذول، وناس أهل مادة العادل عبد المهدي وهاي الحكومة والأحزاب، وناس مندسة وليس شيوخ. هاي الحركات ليش امتصاصة، إنما الشعب واعي ولا تغير. هاي الشيوخ، هاي الشيوخ ما تغير أحد من المتظاهرين أبداً أبداً، ما تغيرنا هاي الشيوخ. هاي الشيوخ لو تستحي على نفسها، البارحة احترق المضيف وهانا لهم، ولو يستحون ما يصون عادل عبد المهدي ولا أي حزب من الأحزاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعوب الحية لا يمكنها السكوت على الظلم والهوان، فكيف والحال مع الشعب عريق امتدت حضارته إلى آلاف السنين وعلم الإنسانية كافة المعارف؟ لقد ظلم العراق مرتين، مرة بوقوعه تحت الاحتلال والوصايا، ومرة أخرى حين تقلده الخونة والأميين والفاسدين، وهيهات لإرادة العراقيين أن تهزم، وهكذا خرجوا شيبا وشباب، نساء ورجال، فاهتزت العروش وسقط الطغاة وأغبياء السياسة، ومن امتدت أيديهم إلى أموال الشعب وباع أرض العراق وخيراته إلى الغير، فذهب 1000 مليار من الدولارات. إنه نصر، إنه ثورة حتى النصر، وإن النصر قريب يكاد أن نراه، ولتقطع رؤوس أقزام السياسة وسراق المال العام الذين ركبوا الموجة واستغلوا فرص الهوان التي مر بها العراق، وليخرج العراقيون من بين الإنقاذ لتعلو رايته مرة أخرى خفاقة على يد أبنائه البررة. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الحكومة التي تقوم الآن بالتخدير المتظاهرين بالوعود الكاذبة بالإصلاحات التي تقدمها المتظاهرين، هاي كلها حلول يردون أن يخلفون المتظاهرين حتى يسقطون هذه المظاهرات. ولكن نقول من هنا، من ساحة الحبوبي، ساحة التحرير الثانية، وهنا يشهد جبل أحد، لا رجوع حتى تحقيق المطالب، ولا مصداقية لأي مطلب الذي يقولون عليه الآن. لا نصدق بهم، نريد أن نحل البرلمان، تغيير الدستور كاملة، تغيير كل ما يقولون فيه، لأن لا لهم مصداقية من 2003 حتى 2020، تقريبا من 19 سنة هناك قالوا بإصلاحات وإصلاحات ولم يتحقق أي شيء. ومن هنا نقول لا رجوع، لا رجوع حتى تحقيق مطالبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. إن الشهداء ضحوا من أجل إنقاذ هذه البشرية، ويتحمل مسؤولية الشهداء كلهم في العراق عادل عبد المهدي، ويصعد إن شاء الله محكمة دولية أمام العالم وأمام الشاشات، لأنه ساكت، وهو الذي فعلها، وهو الذي فعل وسيفعل بعد أكثر من الدماء، وأنه لا يعلم ولا يدري ما يحصل في العراق، فإنه محجوب ما بين الجدران،
ونسأله من هذا المنبر أنه أن يخرج هو وحكومته وأحزابه والمتسلطين عليه من أعوانه وأعوان الأحزاب، فإنه نقول أخرج يا أيها الأرعن، وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا نحن طلعنا نتظاهر حتى تحقق مطالبنا في هذه الساحة، في ساحة الحبوب في ذي قار، بينما أن السياسيين يعني عرفوا مطالبنا احنا وما يعني ما يريدون يحققون، يعني يرادوا يظلون المتظاهرات، فاجتمعوا بمن فدوا رسالة إلى الشيوخ حتى يسوون في سبيل يعني كل من يسحب قومه أو يسحب عشيرته في سبيل هذا يعني المجال، يسحب عشيرته في قلة يعني يقلهم كل من يعني يتعلق بعشيرته وهذا يعني يلتهو ذنبه. بعدين أكدوا أنه بشيني على التربية يعني وعلى الدوام وعلى غيره في سبيل يسحبون طلاب الكليات المتظاهرين وغيرها، وهذه في سبيل شنو؟ في سبيل على مود يبيدون المتظاهرين على مود يشوفونها يعني تسوف المطالب المتظاهرين وهذه تسوف ويتماطلون بها وهذه، فهم يقولون المهلة 45 يوم وغيره، انتهت بعد خلصت وياهم، احنا بالنسبة لنا هذا حدنا وياهم. هي هسه تروح لك المحل تشتري قطية مال جبن، من تطلع انت من المحل تشوفها تقرا تلقاها اكس باير، شو يسوي بها بعد؟ انتهت بعد خلص شغلتهم انتهت. لا عدل عبد المهدي ولا محاصصه ولا تشويف ولا مماطله ولا غيره، حد ما كل عطوه ماكو بعد انتهت والسلام عليكم. هنا خريجين كليه الاعلام نتضامن ونضع يدنا بايدي شعبنا العراقي ونطالب وما يطالبون به من تغيير النظام، فقد عانى هذا الشعب على مدار 16 سنه ما عاناه من تراكمات من فساد اداري ومالي وغيرها، وهنا نحن واقفين مع شعبنا ونبقى لحين تحقيق ما يريده الشعب العراقي، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤول عن قتل المتظاهرين والاعداد اللي وصلت وحاليا بجميع محافظات العراق وبالخصوص من مشاهدان المعروفين هم الموجودين داخل قبة البرلمان بالخضراء، احنا نلاحظ بالآونة الأخيرة كثرة الشهداء وكثرة الجرحى، وهذا يؤدي إلى أن الناس اللي طلعت والدماء اللي أطيناها هي اسقاط حكومة وإتيان بحكومة جديدة، والمعروف اللي كان يتداول أن من 2003 لحد هسه أن العراق هو فورة، لا، الآن نوصل رسالة احنا العراق هو ثورة، وإن شاء الله بدم الشهيد ننتصر، نريد وطن ونازلين نريد حق، وإن شاء الله جميع حق وجميع شهيد انطدم ما راح يروح حقه، وإن شاء الله حكومة جديدة وبجهودكم وبجهود الإعلام ورسالتنا واضحة إن شاء الله. لا رفاهية ولا خدمات والمواطن يتحاصلت، الطريق لدينا قديمة بدائية، المدارس ما زالت طينية ورغيف الخبز شحيحا في بلادنا الغنية والنفطية، الشعب عندما يطالب التغيير ونحن نيام يشكو أحدنا آخر، إذا لا عجب أن يستمر الحال إلى ما هو، الكرامة مهدورة والحقوق مسلوبة والظلم شائع والسياسة في الفساد ضالع والمتظاهرين قامع، تحركها المصالح والمنافع، إلى الله المشتكى يتحمل مسؤولية عادل عمري والكتلة السياسية والأحزاب. والله العظيم 16 سنة ما طبقت قانون، 16 سنة ما طلع مواطن فاسد، اليوم نطالب ذول الفاسدين سارقين أموال الدولة 40,000 ملفات العقود طلع ليها، لا نوافق لا انتخابات ولا أي كلمة من رئيس والكتلة السياسية والأحزاب، نريد حكومة قادرة على تكوين دائما، نموت في
مدينة الناصرية إذا أن يكون انصابنا. مدينة الناصرية أقول بعد إن من أنتخب والشعب جوعان. تتحمل المسؤولية في يوم 25/10 إلى هذا اليوم هي الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، تتحمل مسؤولية كافة الشهداء والجرحى وكل شيء حصل في هذه الدولة ضد هؤلاء الطامعين بالعراق وضد المظاهرين وضد الشعب العراقي. إنهم بايعين الشعب هذا العراقي بأجمعه، وليس عن حماية الشعب. حكومتنا مو حماية الشعب، ضد الشعب العراقي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا، نشكركم شكر جزيل. احنا أول ما ننوه على الحكومة، بالنسبة للحكومة احنا شفناها عاجزة عن الأشياء كلها. ليش؟ لأن احنا صارت هاي الشعب بطة شهداء وبطة أمور كلش قوية، فلذلك الحكومة خاب الأمل به. والله الله العظيم بأن الأمل خايب بهاي الحكومة. لا سوي حلول، وهذه الحلول لن تقنع الشعب أبدا. وهذا الشعب باقي مظاهراته وباقي باحتصاماته من نائل إخراج السياسيين. مطالب الشعب النقطة الرئيسية إخراج السياسيين من الدولة بس. وشكرا. نطالب رئيس الوزراء بالتنحي عن السلطة، لأن هاي الخطوة يمكن تبرد الشارع. الشارع محترق ويحتاج له شيء برده، فاحنا نعتقد انه استقاله الحكومه هي تبرد الشارع. وبعدين المضي في حكومه تسيير اعمال ثم تعديل قانون الانتخابات وكذلك حل المفوضيه. والمفوضيه المفروض تكون من القضاة، هم يشرفون على سير عمليه الانتخابات مع طرف دولي ثالث، كان تكون الامم المتحده الضامنه لسير عمليه الانتخابات من التزوير والتلاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الشعب العراقي اليوم هو يختلف عن الشعب العراقي فيما سبق. الشعب العراقي اليوم حقق ما لم تحققه الأجيال على مر العصور، لأننا قرأنا التاريخ جيدا، إلا أن هذا الجيل حقق ما لم تحققه الأجيال. ولذلك أنا أعتقد بل أجزم أن الشعب لا يقبل بغير التغيير. التغيير الجذري للعملية السياسية الفاشلة التي استباحت واستهانت بقدرات الشعب العراقي بشكل سافر. نحن نرى على التلفاز في كثير من الأحيان يخرجون سياسيين ويقولون نحن نسرقكم فكيف تنتخبوننا؟ هذا استهانة بالعقل العراقي وبالشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي اليوم نهض ولا يقبل إلا بالتغيير الجذري للعملية السياسية. ونتمنى أن يأتون ما بعد هؤلاء يخدمون الشعب العراقي. وأنا إن شاء الله وبقوة الله أجزم أن الخير قادم، أن الخير قادم، وأن السياسيين القادمون أو حتى هؤلاء أن بقوا السلطة في بأي شكل من الأشكال يعرفون أن هناك شعب وشعب حي. ولذلك أنا أحمل السياسيين بشكل كامل ما حصل أو دماء الشهداء التي راحت في سبيل الحرية. هلا
ما نهائيا ما نريدهم. ما حد يرجع، ما حد يرجع، ما نريد الا 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 يعني واحد الله سبحانه وتعالى وعدي في المراجل ننتظر انه نزيحهم من هالمكان هذا. امين يا رب العالمين. امين. شبعنا منهم ترى، ما كل فائده ما قاموا الصوره العاميه بس لهم، وخلوا غيرهم يحطون للمتقاعدين مالتهم، هم هذول اللي يخدم له 4 سنوات يحط حفله من المليارات ويطلع تقاعد. لكن شنو يذنب الشايب الفقير اللي خدم 30 سنه وخدم 20 سنه يعطونه الحد الادنى 500؟ عداله هذه الله ما يرضاها، الله سبحانه وتعالى ما يرضاها. بارك الله بالشباب، وبارك الله بالشيوخ، وبارك الله بكل متظاهر سلبي. نقول احنا حتى لا دمائنا، حتى لا دمائنا سيل اعيدها مره ثانيه، حتى لا دمائنا سيل فدوه للوطن. فدوه. نعم فدوه للوطن، فدوه للوطن. للشهيد نقول لان تستقبل الزهره ويا انصار ابو السجاد، اكيد الخالق يحشره والحور العين تبوس ايده والحور العين تبوس ايده.